متى يدرك المسلمون، متى يدرك أبناء هذه الأوطان أن لعبة الطائفية والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو ليست لعبتهم هم. لعبة الطائفية ليست لعبة المقهورين، ليست لعبة المحكومين، ليست لعبتنا، لعبة القاهرين الحاكمين، سواء كانوا الاستعماريين أم الاستعباديين، الاستعباد الداخلي والاستعمار الخارجي. ألم يلعب الاستعمار لعبة الطائفية؟ بلى، لعبها أيضاً كأحسن ما يكون اللعب بين العرب وبين البربر، أليس كذلك؟ وبين المذاهب والطوائف والأفراغ. ونذكركم مرة ثانية بمصطلح إدوارد هيث، الأيدي النظيفة، قال لعبة الأيدي النظيفة 62 61 62 قال انتهى. بريطانيا تنسحب، لن تعود تتورط عسكريا في الشرق الإسلامي، عليها أن تلعب لعبة الأيدي النظيفة. ملخصها خلق إسلامات، انتبهوا اسمعوا، إسلامات عجيب يا أخي. هذا القرآن يعلمنا أن دين آدم هو دين محمد، وبالضرورة هو دين ما إيه؟ هو دين ما بين ذلك من الأنبياء والنبوات. فدين آدم هو دين إبراهيم وشيث ونوح، دين أبناء إبراهيم، دين أبناء يعقوب الأسباط، نعبد إلهك ونحن له مسلمون. الإسلام دين واحد، لكن بريطانيا العظمى أم الخبائث في عالم الاستعمار والاحتلال أرادته أن يكون ماذا؟ إسلامات. يقول إدوارد هيث إسلامات متصارعة تصفي الحسابات فيما بين بعضها البعض، ونحن نقطف الثمار على المرتاح. ولا تزال هذه اللعبة الملعونة أيها الإخوة تذكى نيرانها ويشتد أوارها للأسف في العقود الأخيرة. وطبعا هنا أعتب عاد، ومن حقي أن أعتب، لا أحد يستطيع أن يقفني على علماء الدين ومشايخ الدين، كيف عاد الذين يلعبون هذه اللعبة. يوم استبشرت بغلق قنوات دينية، والله استبشرت بشرى عظيمة أقسم بالله، من أكثر ما أفرحني غلق هذه القنوات. كرها مني في الدين وأنا ابن هذا الدين؟ أبداً، وإنما كرهاً مني في الطائفية، كرهاً مني في اللعب باسم الدين، كرهاً مني في العبث بالأوطان باسم الدين، كرهاً مني في تسليط المسلم على المسيحي والمسيحي على المسلم باسم الدين، والشيعة على السني والسنة على الشيعة باسم الدين. فلتغلق مرة وإلى الأبد. لا كانت هذه القنوات الملعونة، بدنا قناة دينية، بدنا دين بمعنى الدين، دين يكيف غرائزنا، نحن نتكيف معه، مش هو يتكيف مع غرائزنا. دين يهذبنا، دين نرتقي إلى مستواه ولا ننحط به إلى وحدتنا. إذا في قنوات مثل هيك أهلا وسهلا، الكل سيباركها، كل صادق اللهجة صالح النية سيباركها، بس مش قنوات تفرق، قنوات لعنة وكارثة يا إخواني. إذن لعبة الطائفية هي لعبة الاستعمار الخارجي والاستعباد الداخلي. هل تنسون كنيسة القديسين وكيف فجرتها وزارية الداخلية، وزارة الداخلية حبيب العدلي؟ طبعاً، لكي يفهم إخوتنا الأقباط المسيحيون أن المسلمين يفعلون هذا، المسلمون هم الذين فعلوا، أبداً الداخلية فعلت هذا، فضيحة، فضيحة بجلاجل. اللعبة الطائفية، اللعبة الطائفية. لكن الفضيحة الأكبر من هذه الفضيحة، من سنوات ونحن نسمع مفكرين ومشايخ وقادة فكر إسلامي يخرجون على الفضائيات العربية الإسلامية يحرضون على الأقباط وعلى النصارى وعلى الشيعة. إذن هؤلاء شاءوا أم أبوا أذناب لحبيب العدلي وأمثال حبيب العدلي دون أن يدروا، ولعل بعضهم ممن يدري، أليس كذلك؟ ولعلهم موظف براتب. لعنة هذا الجهل والغباء المركب الذي عندنا، لعنة. لكن كما قلت لكم تم تجريف عقلنا، نحن مجرفون، ما في قدرة على التفكير السليم. قوة السلطة، جبروت السلطة الطاغية المستبدة، السلطة الطاغية المستبدة حين لا تريد الفوضى لا تكون فوضى، حين تحب الفوضى تخلقها، ضماناً لا لاستقرار المجتمع ولكن لاستقرار العرش. فهمتم هذا؟ هكذا كل السلطة الطاغية المستبدة تفعل هذا، تبث الفوضى أحياناً، تفجر كنيسة هنا، تقتل شيخاً هناك، هي السلطة الداخلية. لماذا؟ لكي تضعف المعارضة، ولكي تعمل نوع من الشيفتنج، نوع من الإزاحة، إزاحة النظر وإزاحة الاهتمام عن مظالمها، عن ظلمها، عن طغيانها، إلى إيه؟ إلى أمور أخرى، صرف نظر. السلطة تفعل هذا. قسم من السجون بيد الأجهزة الأمنية بشكل كامل، بقية السجون إدارتها الأمنية بيد وزارة الداخلية،
واحنا شغلنا بها خدمات ما لنا علاقه، ما نتحمل مسؤوليتها الامنيه. خصوصا ابو التاجي وابو غريب اللي حصل بهم الحادث ما تتحمل به وزاره العدل شعره من المسؤوليه. الحادث صار كله عباره عن خرق امني اجى من الخارج واقتحم السجن وبتواطؤ من داخل السجن، وهاي مؤامره مدبره مشتركه بها رؤوس كبار يعني. الاجهزه الامنيه اللي كانت مسؤوله عن اداره الامن في هذه السجون كانت منسحبه من الميدان بشكل كامل. واعتقد في ترتيب معين ادى انه يتم اخراج هؤلاء القتله، و الله العالم هل له علاقه بملف سوريا وترتيبات سوريا. تعرفون كان هذا الحادث متزامن مع طلب اصدار قرار من الكونغرس الامريكي لضرب سوريا. تقديري كان هاي عملية الهروب اللي حصلت من أبو غريب الهدوء في الضغط على الكونغرس أن ما يصدر هذا القرار لصالح أوباما حتى يخول ضرب سوريا. بشار باعتبار أنه تعاظم دور تنظيم القاعدة في سوريا وكذا. لا تقول لي هيك، لا تقول لي متعمدة راح أصير. ها؟ راح أصير متعمدة مو هروب. هذا استنتاجي وتحليلي للقضية. طيب. وإلا لواء كامل يغيب عن الساحة وفوج شرط كامل يغيب عن مسك السجن شنو شريعة على. وعلى فكرة في بعض القادة الإسلاميين المعاصرين مش هذكر اسمه عشان ما يكون في تحسسات انتهى إلى نفس هذه القناعة، وأعجبني منه ذلك في مراجعة كانت واضحة وجريئة للذات للحزب تبعه وجماعة وتجربته، واعترف بأخطائه بشكل واضح وأخذ أحسن في ذلك ما شاء بهذا الاعتراف. إيش قال؟ قال علمت التجربة ودفعوا ثمنها دماء وشهداء وقتل وانتهاك أعراض ومشاكل إلى الآن موجودة في بلادهم. قال يعني علمتنا ايه التجربه، معنى الكلام بالضبط يعني علمتنا التجربه ان الطاغيه من صالحه وهو الذي يخطط لذلك ان يستجرنا الى خوض المعركه في ساحته التي يحسن. ايش الساحه التي يحسنها طاغيه العصر، طاغيه الدوله المركزيه؟ العنف، الارهاب، عسكره الموضوع تعالى. بدك عنف، بدك قنابل، بدك رصاص، بدك دبابات، بدك استخبارات، بدك هتك، انا احسنهم مثلك ألف مره. فمصر انت معك جيش من 500,000 ولا من 200,000 وما عندكش استخبارات تبلغ عددهم في دولة صغيرة جدا جدا 100,000 استخبارات وجيش ورجال الأمن 100,000 في دولة صغيرة هكذا. على سلم التنمية رقمها 98 واليابان رقمها 7 في كرة القدم قبل اليابان هي بأربع نقاط. الدولة العظيمة جدا. شو البارادوكس المفارقة كيف في التنمية 98 في سلم التنمية العالمي يونسكو حددوها هيك، واليابان رقم 7 يعني قبلها فقط 6 دول في العالم كله، بس في كرة القدم خلي اليابان وراها 4 مراحل ما شاء الله، وهي الأولى أفريقية عرفتوها ومش عارف إيش عالمية. خيابة والله العظيم، وضع خائب ودول خائبة وسياسة خائبة، وضع يعني للأسف هي يضحك. ها وشر إيش الأمور إيه يعني ما أضحك مع أنه المفروض إنه يبكي. طيب ف 100,000 رجال أمن واستخبارات وكذا، 100,000 في دولة حقيرة صغيرة جدا، هذه تماما الساحة التي ايش يريد ايش ان تخوض فيها الحرب. لذلك هو وبطريقة ذكية وماكرة طريقة السياسة المدنسة تبعتهم خاصتهم يعني زي ما يقول الاجانب يستجرك الى تفضل اهلا وسهلا وسوف تسحق انت مهما كان عندك حماس عقدي وحماوة صدر ومش عارف كلام فارغ ستسحق. دولة اليوم مثل دولة بني امية حتى والعباس، واكثر ثوار سحقوا امام بني امية وامام بني العباس والله صحيح، وما سحقش بني امية الا بني العباس لما ظلهم بلغ زي ما يقولوا ايش يعني ايه منتهى، وكانت ضربة حظ بينهم هيك يعني قدر الهي عز وجل انتقام. لكن الان عندك دولة مركزية حديثة الوضع يختلف عن دولة بن عباس 100,000 مرة. دولة تحتكر الارهاب وتقننه وله اوليات معينة صعب جدا التغلب عليها. قلت لكم مرة انه حتى علي عز بيكوفيتش ومفكر ورجل دولة يعني رجل مفكر ما شاء الله وبفكر استطاع انه فعلا يعمل دولة وهالدولة الهزيلة، بس يعني ها عمل شيء في ظروف صعبة جدا جدا، أصعب البوسنة أضعف أصعب وضعها من أي دولة عربية، والله صحيح، ونجح وعمل شيء كبير الرجل، ولقي عقاب طبعا، لقي عقاب في آخر حياته ودفع الثمن، رحمة الله عليه رحمة واسعة الرجل هذا. ها العملاق، هذا قال تقريبا يعني إيش؟ بمعنى أنني يائس، وعلى الشعوب أن تفهم هذا، الثورة بالمعنى التاريخي انتهت في العصر الحديث انتهى. لما درس الدولة الحديثة المركزية كيف اعتقلت كل شيء قال لك هذا مستحيل الأمر، فكرش بعقلية هذه أنا بدي أطلع بجيب 1000 2000 ونطخ ونقتل انتهى الحين. هو قال انتهى يعني قال ما فيش إمكانية، لازم أنت تطور إيش آليات أخرى للممانعة زي ما قلنا في الخطة، مشكلة أمة زي ما قلنا عن التاريخ ذكرونا فيها بعد شوية نخدم فيها. على كل حال فنعود إلى ما كنا فيه، فاعترف هذا القائد وهذا الشيخ الفاضل والمفكر هذا اعترف بأنه إيش هذا كان خطأ الحزب وخطأ الجماعة
وانه مش لازم نعود الى هذا الخطا ابدا، ولابد نطور برضو اليات اخرى ايش للعمل والوصول الى الناس. فهذا المفكر الذي ابتدات به حديثي قبل قليل هذه النقطه كان اوعى ما شاء الله، ودون ان يخوض التجربه عمليا فهم. قال لقد علمني احد المشايخ التقليديين، بس الشيخ كان فاهم سبحان الله، منور عقله، عنده مش عنده علم، عنده نور. هذا زي ما قلنا التنور اهم العلم، اهم الحكمه التي من يؤتها فقد اوتي ايه. انتبهوا، ممكن تشوف عالم هيك لحظه قلت لكم حافظ البخاري ومسلم والقران وكذا، واحمق يطلع يتكلم خطبه يدمر فيها الدنيا